إذا لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا عبر سكايب من كندا الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل. أستاذ منتصر مرحبا بكم. يعني بداية، كيف تقيم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية؟ تعتقد أن موضوع قصف الجسر البري الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم حاجة استراتيجية مهمة بالنسبة لكييف أستاذ منتصر؟ أول شيء تحياتي لكم، حياك الله سيدي الكريم، قناتكم الكريمة والمشاهدين الكرام، حياك الله. طبعا هناك لا نستطيع أن نقول الهجوم لم يأتي ثماره، لا، الهجوم أتى ثماره. هناك على جبهة، على ثلاث جبهات، يوجد تقدم، لا ننكر أن التقدم بطيء ولكن ليس كالعادة، ولكنه يجني ثماره. الجيش الأوكراني يسير بخطوات ثابتة. هذه الخطة اتبعها الجيش الأوكراني من أجل تقليل الخسائر المدركة، فأصبح يخترق الدفاعات الروسية والألغام، وهناك حقل ألغام هائل جدا يعني زرعه الروس. والجيش الأوكراني طبعا ينتقل بمجموعات استراتيجية ويخترق. أما بالنسبة للاختراق، نعم، لقد قام الجيش الأوكراني حاليا، آخر المعلومات التي وصلت، هو اخترق الخط الأول للدفاع الروسي، والآن يتجه باتجاه توماك وهي الموقع الاستراتيجي، وأيضا هناك باتجاهات أخرى هناك اختراقات واضحة جدا للجيش الأوكراني. إذن كما نستطيع أن نقول أن الهجوم المضاد الأوكراني يأتي ثماره، ولكن بشكل تدريجي، بشكل متتالي وتدريجي، وهو ليكون عملية التخفيف من الخسائر قدر الإمكان، وعملية تمويه أيضا للجيش الروسي لكي لا يعرف الجيش الروسي أين هناك مركز الهجوم المباشر الذي سيكون به. أما بالنسبة لجسر القرم، جسر القرم الكل يعرف، وليس الداني قبل القاصي يعرف، أن جسر القرم هو الشريان الحياة للجيش الروسي بالإمداد من روسيا إلى أوكرانيا عن طريق جزيرة القرم. وعند ضربه هذا يعتبر عملية يعني زعزعة كبيرة داخل الجيش الروسي وداخل الجبهات. طبعا لن تصل الإمدادات كما كانوا متوقعين بالشكل المباشر للجبهات، سوف تقل، وهذا مما يساعد الجيش الأوكراني على تغيير ميزانية القوة يعني. فضرب جسر القرم هو خطة استراتيجية أوكرانية يقوم بها جهاز الأمن الأوكراني. أستاذ منتصر، هناك من يتحدث إلى أنه الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستخدمها كييف أدت بشكل واضح إلى إرباك القدرات الروسية، هل هذا صحيح؟ نعم، وليس فقط إرباك، لأنه نلاحظ جميعا من الفيديوهات ومن أن الدفاعات الجوية الروسية غير قادرة على المقاومة أو غير قادرة على التصدي لهذه المسيرات، والدليل الفيديوهات التي تأتي من موسكو، من العاصمة موسكو حصرا، تأتي النزول وتفجيرات في العاصمة، أيضا في المطارات الاستراتيجية وأيضا في مواقع استراتيجية تقوم هناك، وهذا دليل على قدرة أوكرانيا العالية وتطورها في مجال المسيرات التي طورتها خلال الحرب، وأصبحت تمثل أحد الدول يعني المتطورة جدا في مجال المسيرات. وبالنسبة للجيش الروسي، هناك يعني حتى الداخل الروسي بدأ يتململ، بدأ يشعر بالخوف، ونقلت، وهناك يعني فارق كبير يجب أن نعرفه، أن الجيش الأوكراني قام بعملية استراتيجية كبيرة جدا، وهو عملية نقل المعارك من أوكرانيا إلى داخل روسيا، وهذه عملية زعزعة كبيرة داخل الروسي. ولكن في المقابل أستاذ منتصر، ولكن في المقابل روسيا، يعني هناك توجه لدى روسيا لإنتاج طائرات مسيرة، هل ستؤثر على مجريات الحرب الدائرة هناك أستاذ منتصر؟ طبعا لا ننكر أن هناك تأثير كبير من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تعمل، ولكن نحن نعرف أن هناك أصبح لدى أوكرانيا قدرة دفاع جوي كبيرة جدا تستطيع أن تتصدى لهم، وهناك يعني إذا لم نقل أنه 100% يسقط المسيرات، هناك 90 أو 95% تسقط المسيرات، وهذا دليل على التطور في قدرة الدفاع الجوي ضد المسيرات التي حصلت عليها أوكرانيا من الدول الغربية أو من أمريكا أو من إنتاجها المحلي، التي أوكرانيا أصبحت الآن من الدول التي تنتج محليا يعني. أستاذ منتصر، يعني ماذا عن مصير مقاطعة خيرسون وسط التقدم الروسي، وأيضا هناك حديث عن سيطرة القوات الروسية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر؟
يعني هناك لغط كبير يتداول فيه بسبب الإعلام الروسي، هناك لغط كبير جدا يتداول. التقدم أصبح للجيش الأوكراني وليس للجيش الروسي، الجيش الروسي يتراجع، هناك تقدم كبير واضح على الضفة اليسرى لنهر دنيبر باتجاه القرم، هناك تمركز للقوات الأوكرانية بشكل كبير، هناك تموضع، هناك أصبح نقطة، ويقومون بعمليات هجوم معاكس كبيرة جدا يعني تفيد. ولكن يعني بعد عملية تفجير السد، سد كاخوفكا التي قام فيه، أصبح يعني طريق مفتوحا لدى الجيش الأوكراني، وهم يقومون بعملية استراتيجية بالتموضع على الضفة اليسرى لعملية أيضا التحضير إلى هجوم، ويتقدمون خطوة بخطوة أيضا. فهذا لغط كبير أن القوات الروسية، لا، القوات الأوكرانية أصبحت موجودة على الضفة اليسرى وتتمركز موقع وتتقدم خطوة بخطوة، وهذا واضح، وهذا من خلال تقارير العالمية، الاستخبارات العالمية وتقارير الصحف العالمية، أن الجيش الأوكراني أصبح له قدم وتمركز على الضفة اليسرى، وأصبح يتقدم بثبات على هذا الضفة. أستاذ منتصر، هناك محاولات حثيثة لتغيير معادلات الحرب بالنسبة للقوات الأوكرانية، وذلك من خلال صفقة الطائرات الأمريكية F-16. فيما لو امتلكت أوكرانيا F-16، هل ستغير من معادلة الحرب مع روسيا؟ طبعا دعنا ننظر الى الناحيه الاستراتيجيه والناحيه العسكريه بالنسبه للطائرات الاف 16. نعم. طائرات الاف 16 هي نظام متماسك مع نظام الباتريوت الامريكي، وهو متواصل مع بعضه البعض، وهذا سوف يقوم بعمليه نظام متكامل جدا لعمليه تغطيه سماء اوكرانيا بشكل عام، وهي قد تساعد جدا على الحد من عمليه الصواريخ البعيدة المدى، والتي يستخدمها مثل كاليبرا او مثل تشكا ام او مثل صواريخ البالستيه الكبيره، وهذه الطائرات هي بحاجه اليها اوكرانيا لعمليه اغلاق السماء الاوكرانيه بكاملها عن طريق الصواريخ التي تستخدمها روسيا. ونظام الباتريوت هو مرتبط بالطائرات الاف 16، فهم نظام متكامل يعني. وليس فقط هناك الان، وقد بدأ طبعا الطيارون الأوكران بالتدريب، بدأت التدريب وأعطت أمريكا الضوء الأخضر وبدأوا بالتدريب، وهناك ما يقارب من 60 طائرة أوكرانية سوف ترسل في المبدأ، وهناك أيضا أوكرانيا تتعاقد حاليا وبدأ التدريب على GIS-39 السويدية، التي سوف تقوم السويد بعد الاتفاق مع الحلفاء بتقديمها لأوكرانيا، وبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها. فهناك يعني ليس فقط الاف 16، وانما هناك اصبح عده احتمالات للطائرات التي سوف تحصل عليها اوكرانيا. استاذ منتصر، من الملاحظ ان اوكرانيا تسير بخط واحد لانهاء هذه الحرب بطريقه لا تمس سيادتها، ولكن هناك اقتراح لرئيس مكتب الناتو يقضي بتنازل كييف عن أراضيها مقابل دخول الناتو، هل لا يزال هذا الطرح موجودا على الطاولة؟ لا طبعا، هذا الطرح كان موجودا، وقام نائب قام الذي صرح به بالاعتذار بشكل رسمي من الحكومة الأوكرانية ومن القيادة الأوكرانية بعد الانتقاد بشكل شخصي، واعتذر وقال إنه هذا كان خطأ منه وهو يعتذر ولم يكن يقصد هذا. وأوكرانيا لها الأحقية في التحرير أراضيها بشكل كامل وعدم الجلوس على المفاوضات إلا في حالة واحدة فقط، عند خروج الجيش الروسي من أراضيها التي معترف بها دوليا حسب الدستور 1991. فهذا التعليق كان بشكل عفوي، وقد قام الذي علقه اللي هو نائب مكتب رئيس الناتو وقام بعملية اعتذار بشكل رسمي من الحكومة الأوكرانية ومن الهاي، وصحح طبعا صحح تعليقه، وبعد طبعا بعد انتقادات حاده جاءت له من قبل القوات الاوكرانيه، وقام رئيس الناتو بشكل بالتعليق بشكل مباشر ان اوكرانيا لها الحق في الاحتفاظ بكامل حقوقها وكامل اراضيها المقرره على حسب الدستور 1991، ولها الحق بتحرير اراضيها كامله والسياده على كافه اراضيها. فهذا ما، وكل الدول طبعا حتى الناتو حتى الهاي طبعا متفقين اتفاق كامل ان اوكرانيا يجب ان تحصل على كامل اراضيها ولا مجال. طيب استاذ منتصر، بالدبلوماسيه بالسلم، هذا هو القرار الذي بدقيقه لو تفضلتم يعني. استاذ منتصر بدقيقه، ما هو مستقبل المواجهات العسكريه بين روسيا واوكرانيا؟ هل ستطول اكثر من ذلك؟
طبعا طبعا مخولة لمدة طويلة جدا، لأنه الحرب طبعا لن يستطيع، الحرب بدأت ولكن لن يستطيع نهايتها إلا بتحقيق أهدافها. طبعا روسيا فشلت في تحقيق أهدافها نعم كاملة، والتعليقات والحلول يعتبرون أن روسيا خسرت الحرب. أوكرانيا مصممة على استعادة أراضيها ولن تتراجع حتى آخر أوكراني، هكذا علقت القيادة السياسية والقيادة العسكرية. نعم. لن تتراجع حتى استبداد أراضيها بشكل كامل، وهي 1990. الحرب ستطول، يمكن أن تطول سنة أو شكراً. سنتين. كنا نقول نعم. 2014 سنة وسنتين، وأصبحت 8 سنوات. لا نستطيع التحديد، نعم نعم. الحرب تبدأ ولكن نهايتها لا يستطيع أحد تحديدها. عبر أشكال من كندا الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل، شكرا جزيلا لكم.